السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك وتشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن السفير الجزائري في الامم المتحده وكلمته القويه اللي كان ليها صدى كبير ان شاء الله. ومش بس كده كمان، ولكن في ناس من اللي شغالين مع رئيس امريكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك ونشترك في القناه، وقبل ده كله صلي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن السفير الجزائري في الامم المتحده وكلمته القويه، وان هو بيرفض المساواه بين الناس اللي ماتت في اسرائيل واللي ماتوا في غزه. مفيش مساواه ما بينهم هما الاثنين، ولا في وجه مقارنه نهائيا، ويرفض المقارنه ما بينهم. ومش بس كده كمان، كلمته طبعا كانت قوية، ومش بس كده، ولكن في أشخاص استقالت من حكومة بايدن اعتراضا على طبعا اللي بيحصل في أبناء غزة. أي محاولة للمساواة بين الشعب الفلسطيني وبين القوة القائمة بالاحتلال هي مسألة غير مقبولة بالمرة. فما نشهده اليوم هو هجوم سافر على شعب فلسطيني أعزل، هي جريمة ضد الإنسانية. سيدي الرئيس، ختاما أؤكد من جديد على تضامن الجزائر حكومة وشعبا ودعمها للشعب الفلسطيني في كل مكان، وتأييد في كل مكان لدعم القضية الفلسطينية. وأكيد الناس مش هتسكت، وأكيد إن شاء الله نصر ربنا قادم بإذن الله تعالى. وفي مبشرات كتير جدا، يعني أخبار إن شاء الله تكون حلوة عمالين نسمعها، وإن شاء الله تكمل بإذن الله وتكون موجودة بالفعل على أرض الواقع إن شاء الله. نسألك النصر لأهل فلسطين يا رب العالمين، والثبات والقوة يا رب لأهلها. ربنا يرحم شهدائها اللي هم أصلا في مكان أفضل من اللي إحنا فيه بكتير، يا رب إحنا كمان نلحقنا بيهم ونكون من الشهداء، اللهم آمين. شوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.